خرب بيت ابوك، ايه هتحرق جلابيتي الجديدة؟ خايف على جلابيتك ها؟ انا حلت غيرها لسه واللبسه. يا غريبة قوي الدنيا دي، الدنيا بنت حرام ملهاش عازة، امها غزية. شفنا فيها العجائب. الباسل ده اللي كان مهران طمعان فيه وهيموت يناسبه، كناش نستعنن قاعد وجارنا على الطبلية، كنا نخلوه ياكل هو وامه واخته على الارض. تلف الايام والليالي ويبقى اغنى واحد في الجيهة مهران عايزه، وهو يقول له لا مرة واتنين، بعدين يشيع يقول له ماشي ويرمي له بيته الغالية عليه رمي وجلبتها. الدنيا بنت غازية صح، عارف نفسي في ايه وانا راضي؟ في ايه يا سيد الناس؟ نفسك دي الباسل وخلي راسه تلف زي ما طلعني من عند سكن راسه تلف. سهلة سهلة كيف يا ولد موزة؟ سهلة أوي. أنت قلتها، دنيا بنت غزية وأنا ولد غزية، يعني أنا والدنيا أخوات. أفهم كيدها ولغوتها وأعرف أكدهولك. الواد يا حاج اللي كان هيسأل على بيت الحاج علاه. يا الحاج الباسل الحمد الباشي، صلى عقبال عنده. عقبال عنده كيف؟ ما هو عقبال عنده كبير داشي ملك داشي، والحواك مشرق والحواك مغرب، رئيس شرق النيل. وقولوا لابوها كان جاعد يتعاش. ايه انا ذنبي ايه؟ اسكت. هتقول لي علام ايه؟ يا ابوي ولا يا سيدي؟ اقول له اقول له يا سيدي يا ابوي، انا اقول لكم سيادي ما عملش حاجه. اللي يقول حتى ما سيده يسال عليه. يعني قولي فين؟ يعني قولي فين؟ انا ذنبي، انا ماليش صالح، انا خدام يا سيدي، يا سيدي الباسل، يا سيدي الباسل، يا سيدي. اسمع يا بنت الباسل،
اللي يفتح عينه فيك اقلعيها له. بتلباس لبستكم وتاج راسكم. وإن كانت زعلت مع أبوها فده جلع. صح يا بنتي نسبت الوطين، لكن ولا يهمك، كلكم عارفين مين سكن بنت حمد الباشا وكانت مرت مين وأخت مين، فخافوا مني، خافوا مني ولموا روحكم مع نعمة. بلال خد عروستك زغرت يا بنات.